بعد انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا بالبليدة والعاصمة، تستلم اليوم هذه الشاحنات بمعهد باستور جرعات من اللقاح سبوتنيك في لنقلها لمختلف ولايات الوطن. هي شاحنات مبردة على درجة مئوية تصل إلى 20 تحت الصفر. عطاونا 193 فلاكون، 193 قنينة، وكل فلاكون يدير 15 جرعات، معناها 965 جرعة لولاية تلمسان. هذه الأولى جبنا دو كاميون فريغوريفيك اللي فيه لي كونديسيون لازم يكونوا موان 20 دوغري، وجينا بلي سكورت سكورتيونا الدرك الوطني من ولاية سطيف حتى الجزائر هنا. الجرعات اللي عدنا هي 1165 جرعة. بغرف التبريد هذه يتم حفظ اللقاح الروسي مع احترام شروط التبريد والنقل بحاويات مخصصة لعدم كسر سلسلة التبريد، ليتم توصيل الجرعات اللازمة إلى الشاحنات المبردة مباشرة لاستلامها. التوزيع الأول يخص 20 ولاية، الولاية اللي تضرت الأكثر بالوباء هي اللي اخذت الأولوية، في انتظار أنه نستقبلوا اللقاح اليوم ونواصلوا مع الولايات الأخرى. احنا راح نقتنيوا كميات أكثر فأكثر إن شاء الله حتى نوفروا كل الكميات اللازمة باش نغطيوا الحاجة الوطنية في لقاح كوفيد إن شاء الله. تتواصل عملية استلام الجرعات المخصصة لكل ولاية بمعهد باستور، على أن يتم استلام الجرعات الأخرى تدريجياً مع وصول الطلبيات الجديدة إلى الجزائر.